عشان ننتج اي مشروع سوفت وير، سواء كان ده ويب سايت او سواء كان موبايل ابلكيشن او كان ماشين ليرنينج موديل او اي حاجه، لازم نمر بمراحل محدده. المراحل دي هم 6 مراحل هنتكلم عنهم النهارده في الفيديو ده بالتفصيل. وعشان ادمج لك ما بين المعلومات الاكاديميه اللي انت بتدرسها في الكليه والمعلومات العمليه اللي احنا بنشوفها على ارض الواقع في الفيديو ده، هدي لك شويه امثله كده ان شاء الله هتفهمك الدنيا كل تفاصيلها. الفيديو ده مهم لكل طالب بيحاول يفهم سوفت وير بشكل عام، ومهم لأي حد بيحاول ان هو يعمل فكرة، عايز يعمل ابليكيشن او عايز يعمل ويب سايت. مهم ان انت تفهم الفكرة دي عشان انت كمان بيبقى عليك دور، مش التيم بس اللي شغال معاك هو اللي عليه الدور. هنفهم مع بعض كل التفاصيل دي النهاردة ان شاء الله، فيلا بينا على الفيديو. السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ انا علي شاهين، سوفت وير تيم ليدر وتكنيكال كونسلتنت. لو عايز تستفيد من خبراتي في البرمجه وفي البيزنس وفي الحياه، اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها. وانا حضرت لك في الديسكربشن شويه لينكات كتير هتفيدك في مجال البرمجه وبعض المجالات التانيه، وفيها كمان معلومات التواصل بتاعتي وكورسات المجانيه وكورسات المدفوعه وكل حاجه تحب تعرفها ان شاء الله عن مجال البرمجه. خلينا نتفق مع بعض يا جماعه ان احنا عايزين نعمل مثلا ويب سايت. الويب سايت ده فكره جديده مثلا زي اوبر او زي مثلا طلبات او ايا كان. ايه الخطوات اللي احنا نعملها؟ اول مرحله المفروض تمر بيها القصه دي هي مرحله الفكره. مرحله الفكره انا بكون قاعد مع نفسي، ضربت في دماغي فكره معينه، فالفكره دي انا هقعد بمنتهى البساطه افرغها على ورقه وقلم واكتبها بكل التفاصيل. وليه بنقول ورقه وقلم؟ لان انت لو مش كاتب فكرتك على ورقه وقلم مش هتعرف توصلها للناس اللي هينفذوا لك، فبالتالي ما تتوقعش ان اللي ينفذها لك يطلعها لك زي ما هي، اكيد هيطلع لك فيها مشاكل كتير جدا. فاكتب الفكره بتاعتك بكل تفاصيلها، حاول تدمج مع الموضوع مثلا لو في مواقع مشابهه او لو في حاجه انت عجبتك قبل كده ادمجها برضو في الملف ده. وحاول مثلا لو انت في بيزنس موديل انت شغال عليه تكتبه، اللي هو انت مثلا عايز تكسب ازاي من الفكره دي. ما انت النهارده مش هتعمل الفكره دي لله، انت اكيد عامل الفكره دي عشان تكسب منها. لازم توصل المعلومات دي للتيم اللي هينفذ لك الفكره عشان يقدر يطلعها لك بشكل كويس. ثاني مرحله موجوده معانا هي مرحله التحليل، اللي هو دلوقتي صاحب الفكره عايز ينفذها، فهيروح لتيم او هيروح لشركه او هيروح لحد فريلانسر ويقول له انا عندي فكره اهي وده الدوكيمنت بتاعي انا عايز انفذها. المرحله اللي جايه ان هو هيقعد معاك يسمع منك الفكره بتاعتك بكل التفاصيل بتاعتها تماما، هياخد الكلام ده ويكتبه على ورقه وقلم حاجات خاصه بيه هو، وياخد معاه الدوكيمنت اللي انت كتبته، هيقعد في البيت يمخمخ كده ويشغل مخه ويبتدي ان هو يعمل دوكيمنتس ثانيه خالص اللي هي خاصه بالتحليل. بالمناسبه الشخص ده اسمه السيستم اناليست، وده وظيفه موجوده عندنا اصلا في المجال بتدفع فيها ارقام كويسه جدا. الراجل ده النهارده هيعمل دوكيمنتس هتتقدم ليك انت عشان تفصص لك وتحلل لك الفكره بتاعتك بشكل علمي وبشكل تكنيك، وهيبقى فيها دوكيمنتس تانيه خاصه بالناس اللي هتنفذ. يعني على سبيل المثال في دوكيمنتس هياخدها الديزاينر، في دوكيمنت هياخدها الديفلوبر، في دوكيمنت هياخدها التستر. المهم ان هو هيفصص لك الفكره بتاعتك بكل تفاصيلها. انت هتشوف الفكره بتاعتك وتشوف الحاجات اللي هي من اهمها، الفيتشرز اللي هتتنفذ في الفكره دي، ايه هي الفيتشرز من 1 مثلا ل100 عشان هي دي اللي انت هتستلم بيها السيستم بتاعك. بعد كده دور الراجل ده يعتبر مؤقتا هينتهي، ويجي بقى المرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها هي مرحله ديزاين، ان احنا بنعمل ديزاين لشكل السيستم بتاعنا. لو احنا قلنا مثلا ان هو ويب سايت فاحنا هنعمله HTML وCSS وجافا سكريبت. لو قلنا ان هو موبايل ابلكيشن فاحنا هنعمله بالادوبي اكس دي او هنعمله بالفيجما. العميل لازم يطلع ويشوف الديزاين بتاع السيستم بتاعه، لازم يتفرج عليه تفصيلا عشان يشوف والله هل هو ده السيستم اللي انا عاوزه ولا ده حماده تاني خالص غير اللي انا كنت طالبه. حقه ان هو يتفرج. العميل هيشوف السيستم، عجبه هيقول لك تمام، ما عجبوش هيدي لك تعديلات، ويا ريت ان هو يدي لك تعديلات بحيث ان انت تكون عارف ايه التعديلات اللي ممكن تظهر عندك في السيستم. طيب خلصنا الديزاين، خدنا عليه ابروفل، هننتقل للمرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها هي مرحله الديفلوبمنت. مرحله الديفلوبمنت ان الديزاين الجميل اللي احنا عملناه ده مع التحليل اللي حصل ده، لان التحليل بيحصل فيه دوكيمنتس كتير، زي مثلا حاجه اسمها اليوز كيس دايجرام اللي هو كل فانكشن في السيستم هتتنفذ ازاي بالظبط بتفاصيل تنفيذها. لان الديفلوبر مش وظيفته ان هو يفكر الحاجه دي هتتنفذ ازاي، الديفلوبر وظيفته ان هو ينفذ اللي موجود قدامه وبس. الحاجات اللي موجوده قدامه دي هينفذها زي ما هي مكتوبه. لو في مشكله في التنفيذ هتبقى في الاخر المشكله من الاناليست اللي هو ما قعدش مع العميل وفهم منه الحاجه دي تتنفذ ازاي بالظبط، لان الديفلوبر ممكن يكون مش فاهم في البيزنس اللي هو شغال فيه لكن فاهم ازاي ينفذ، فاهم في التكنولوجي. طبعا على ارض الواقع الكلام ده ممكن يكون ما بيحصلش بالظبط كده. على ارض الواقع هم كل الناس بيعتبروا ان الديفلوبر ده هو التنين المجنح اللي هو بيحقق كل الاحلام، بيعمل اناليسيس وبيعمل ديفلوبمنت وبيعمل تاست وبيعمل كل الكلام ده كله. هو الديفلوبر مطلوب منه ان هو يكون عنده شويه معلومات حلوه عن
الاناليسيس، شويه معلومات حلوه عن التست عشان يقدر يطلع شغل كويس وشغل مظبوط، لكن مش مطلوب منه انه يعمل شغلهم. لكن على ارض الواقع بنسبه كبيره جدا في مصر وفي الوطن العربي الديفلوبر بيعمل حاجات كتير جدا جدا من اللي انا عمال اتكلم فيها دي. المهم الديفلوبر بيمسك الاناليسيس ويمسك الديزاين ويبتدي يحط الكود بتاعه عليه، يفضل يديفلوب ويخلص الشغل بتاعه وبعدين نروح احنا نسلم للعميل. قبل ما نسلم للعميل لازم في خطوه مهمه جدا تتعمل، اللي هي خطوه السوفت وير تيستينج، ودي الخطوه اللي بعدها. ليه اخترعوا السوفت وير تيستينج؟ لانه لقوا ان الديفلوبر في اغلب الاحيان ما بيطلعش شغله مظبوط، لازم يطلع فيه غلطات، لان راجل مركز في التكنولوجي وراجل مركز في الكود اللي هو عمال يكتبه ومركز في البلجنز اللي هو عمال يركبها والكلام ده كله، طبيعي تطلع منه اخطاء. ومش الطبيعي ان العميل هو اللي يعمل لنا تيست، ده مش ذنب العميل ابدا، انت المفروض الحاجه تطلع من عندك معمول لها تيست، سواء بقى انت كديفلوبر عملتها تيستينج ولا جبت تيستر عمل لك هو تيستينج على الموضوع، هي دي مشكلتك انت مش مشكله العميل. ويا جماعه بالله عليكم والله العظيم احنا بجد بقى شكلنا وحش جدا في السوق. انا عملاء كتير جدا بيقولوا بيشتكوا من شركات برمجه مش بس فريلانسرز بيسلموا البروجكت كده، بيرموا البروجكت في وش العميل. لا ده مش صح، انت وظيفتك انك تسلم العميل شغل محترم، لازم تركيزك يكون على البيزنس مش بس على انك تخرج الفلوس من جيب العميل، ده حاجه غير اخلاقيه. يعني انت ركز ان انت تسلم شغلك تسليم محترم، فلازم تعمل تيست. التستر بيعمل ايه؟ بيمسك الدوكيومنتس بتاعه الاناليست ويمسك فيتشر ويتاكد ان كل واحده شغاله، ولو في باجز او في مشاكل بيحطها، سواء كان مثلا بيحطها مثلا على الديف اوبس او بيحطها مثلا حتى يا اخي في ملف باوربوينت ويبعتها للديفلوبر. الديفلوبر بيعمل ايه بقى؟ بيبتدي ان هو يصلح الايشوز بتاعته وبعدين يبعتها للتستر عشان يعمل عليها ريتست. وهنا بقى تيجي مشكله القط والفار. هي المشكله في التستر اللي بيطلع حاجات مثلا الديفلوبر بيعتبرها تافهه، ولا المشكله في الديفلوبر اللي كل شويه بيطلع مشاكل وبيبعتها للتستر؟ طبعا هنا بتحصل مشاكل وتخبطات كتير جدا في سوق العمل، تبقى محتاجه طبعا مدير كويس ان هو يعرف يدير الموضوع بحيث الموضوع ما يخرجش بره الكنترول. يعني بعد ما خلصت قصه التستر والتستر قال انا خلاص شايف ان الكواليتي بتاعه المشروع ده تستحق ان احنا خلاص نوديها للعميل، يجي بعد كده الدور الاخير وهو دور الديبلويمنت، اللي هو الشخص بتاع التكنيكال سبورت اللي بياخد الكود او ياخد السيستم ده يرفعه للعميل على السيرفر بتاعه، او لو كان موبايل ابلكيشن فبيرفعه على الستور بحيث العميل يقدر ان هو يشوف بقى البرنامج ويشتغل بيه. دي المراحل اللي بيمر بيها الابلكيشن، بس المراحل دي بتستخدم بطريقتين. اول طريقه اسمها الواتر فول. الواتر فول هي طريقه ان احنا بنعمل السيستم كله على بعضه، زي مثلا بنعمل اناليسيس للسيستم كله، ديزاين للسيستم كله، ديفلوبمنت للسيستم كله، تيستينج للسيستم كله، وديبلويمنت في الاخر. الموضوع ده ميزته ايه؟ ميزته ان انت بتكون عامل حسابك على كل حاجه من الاول. طب وعيبه ايه؟ عيبه ان انت العميل ما بيشوفش السيستم غير في الاخر. الموضوع بالظبط يا جماعه عامل زي الجواز. تخيل ان انت مثلا رايح تتجوز واحده النهارده وهم قالوا لك بص شوف ايه رايك في صوره البنت دي، فانت شفتها قلت الله جميله قوي، يلا بقى انا عايز اتجوزها، يقول لك بس للاسف ما انت عشان تتجوزها لازم تستنى 5 شهور. ايوه يا جماعه، طب انا في خلال ال5 شهور دول اشوفها بقى واقعد معاها واتعرف عليها مثلا؟ يقول لك لا 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 لا، بنتنا ما تتكشفش على رجاله، ما ينفعش تشوفها ولا تقعد معاها غير لما ايه ال5 شهور يخلصوا تماما. طب يا جماعه يعني طب انا ما عرفتهاش، طب انا ما اتكلمتش معاها، طب ما فيش اي حاجه ما بيننا؟ يقول لك لا 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 لا، احنا هو ده نظامنا، احنا يعني عائلات محترمات ولازم ايه الحاجه دي تمشي بالاسلوب ده. فطبعا تخيل ان انت بعد ال5 شهور تيجي مثلا تقعد مع البنت تشوف الصوره الجميله اللي انت كنت شايفها دي، تلاقيها ممكن تكون مثلا كلها كانت ميك اب مثلا، او تلاقي مثلا ان هي شخصيتها وحشه جدا فانت مش قادر تتماشى معاها. طب نخرج ازاي من القصه دي دلوقتي؟ طب انا دلوقتي طب ال5 شهور اللي راحوا عليا دول اوديهم فين؟ طب الفلوس اللي انا دفعتها دي اجيبها منين؟ كل ده طبعا مشاكل بتحصل، ونفس الصوره اللي انا صورتها لك دلوقتي دي بتحصل فعلا على ارض الواقع، وناس كتير جدا جدا بيحصل لها مشاكل في المشاريع بتاعتها بسبب طريقه الواتر فول. طب امال الطريقه الثانيه هي ايه؟ الطريقه الثانيه هي طريقه اسمها الاجايل. الاجايل بقسم المشروع بتاعي على مراحل، كل مرحله بيبقى ليها وقت معين، بتخلص اناليسيس ديزاين ديفلوبمنت تيستينج ديبلويمنت، والعميل بيكون انكلودد معانا في كل مرحله. زي بالظبط فكره الخطوبه، انت الخطوبه النهارده مثلا بتروح تزور خطيبتك كل اسبوعين، بتروح تزور خطيبتك مثلا كل اسبوع او كل 3 اسابيع، فبالتالي انت قريب منها وقريب من عيلتها، فبتعرف تتكلم معاها، تعرف تتعامل معاها، لو في مشكله مثلا بتوضح لها، تقول لها يا اخي والله انا ما بحبش البناطيل وبحب الجيب، انا والله ما بحبش الميك اب الكتير وبحب المش عارف ايه، او مثلا تكتشف مثلا ان خطيبتك ما بتعرفش تطبخ، وانت الطبخ ده بالنسبه لك حاجه مهمه جدا زي حالاتي، فتقول لا والله انا الكلام ده ما يلزمنيش يا جماعه، انا ايه هفركش الخطوبه كلها. فوقتها تبقى انت دفعت ثمن الهدايا والحاجات اللي انت بس ايه دفعتها وانت رايح في الايام دي، مش ان انت دفعت رقم كبير وفي الاخر ما خدتش اي حاجه خالص. فطريقه الاجايل بتقوم على فكره السبرنتس، ان احنا كل فتره كل اسبوعين او كل 3 اسابيع بنعمل حاجه اسمها سبرنت. السبرنت ده بيبقى فيه فيتشرز بنعملها اناليسيس ديزاين ديفلوبمنت، بنخلص كل الكلام ده كله العميل بيشوف بيدينا فيدباك، الفيدباك بتاع العميل ده بيفيدنا في ان احنا نطور الشغل بتاعنا ونعمله الحاجه بتاعته بالظبط زي ما هو عاوزها. هل بعد ما احنا عرفنا ان الاجايل طريقه احسن بكتير جدا من الواتر فول، هل الناس بتشتغل اجايل؟ قليل
جدا جدا من الناس اللي بيشتغلوا اجايل. ليه؟ لان الاجايل محتاج تنظيم، محتاج ريسورسز، محتاج ناس مركزه، محتاج ناس تصرف عشان تبسط العملاء بتوعها. طيب هل الشركات المصريه بيبسطوا العملاء بتوعهم؟ في الواقع للاسف لا، الا من رحم ربي. قليل جدا جدا اللي بيعامل العميل باحترام وبيحاول ان هو يقدم له قيمه وبيحاول ان هو يقدم له حاجه محترمه. طبعا المشكله مشتركه، المشكله في العميل لان في عملاء كتير مش عايزين يدفعوا وبيحاولوا يستسهلوا، والمشكله الاكبر من شركات البرمجه انك انت امسك في سعرك برضه وامسك في الحاجه اللي انت شايفها محترمه وامسك في شغلك عشان تقدر تقدم القيمه. بس ده بمنتهى البساطه يعني. فدي المراحل اللي احنا بناخدها لحد ما نطلع اي بروجكت، ووريتكم شويه المشاكل اللي بتحصل في النص في سوق العمل، سواء كنت انت هتطلع برنامج بيجمع رقمين او سواء كنت انت هتطلع برنامج كبير زي ويب سايت او موبايل ابلكيشن. اعمل حسابك ان هي دي المراحل اللي انت لازم تمر بيها. فانت لازم الاول يكون عندك الفكره واليه التنفيذ، لازم يكون عندك الشكل اللي هيطلع بيه المشروع، لازم تعرف ازاي تبرمج، وازاي تبرمج دي تعتبر اسهل خطوه بالمناسبه يعني. الناس فاكرينها حاجه صعبه لكن هي في النهايه حاجه بسيطه جدا، ده سينتاكس وطريقه كتابه لو انت خدت عليه مش هتلاقي الموضوع اصلا صعب تماما. والتستنج لازم تكون بتعرف ازاي تتست الابلكيشن بتاعك عشان شغلك ما يطلعش ضارب وشغلك ما يطلعش وحش، وبعد نشوف هتسلم بقى المشروع بتاعك للعميل ازاي في النهايه. ده كان كل الموضوع، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.